كذبة أبريل أو كذبة نيسان. بدت هي من العصور القديمة بحيث كان الاحتفال بالعام الجديد يصير بواحد أبريل، لكن تم تغيير الرأس السنة الميلادية إلى الأول من يناير بعام 1582، واللي طبعا ما يعرف بهذا استمر بالاحتفال برأس السنة بالأول من أبريل كان يعرف باسم كاذب أبريل. طبعا بمناسبة هذا الحدث انطلق هاشتاج على تويتر بهاشتاج كذبة نيسان أو هاشتاج كذبة أبريل، يعتبر ثاني ترند عالميا لهاليوم. خلوني أسوي نشوف أكثر منشورات يلي رصدتها فقرة السوشيال ميديا ضمن هاشتاج كذبة أبريل.